فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لطلاق الحائض هل يعتبر العدد فيه؟ فهل تعتبر طلقة؟ لا، العدد معتبر، إذا طلقها ثلاثا وقعت ويأثم على ذلك، يأثم على ذلك، إن كان له رجعة يراجعها ويمسكها، وإن كان ما له رجعة فيه تطلق وتبين منه ويأثم على ذلك. وأما الطلاق فهو يقع، وإن كان محرما فإنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق وقع. لو كان الطلاق ما وقع ما قال يراجعها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.